Years ago, the streets of Baghdad were full of young protesters demanding an end to rampant corruption and the influence of powerful Shiite armed groups. But the protests were brutally repressed by the police along with members of the armed groups. More than 600 of the protesters were killed. No one was punished, but many Iraqis blamed the groups that emerged from the Hashd al-Shaabi force, organized in 2014, to fight against the Islamic State. Afraid now to go out onto the streets, the young activists are organizing a boycott of the election until the killers are brought to justice. Samer al-Saidi is their spokesman. He lives in exile in Turkey. صرخة عراقيين قامت بكثير من الحركات هي لصق هذه الصور لا لننتخب على صور المرشحين بغض النظر عن اسم المرشح يضربون السياسيين والمرشحين بالأحذية وهذا الحشد المنقص يقول للمرشح أو للسياسي أنت بما أنه أنت ما تحترمني أنا كذلك ما أحترمك يعني حقيقة أنا في ساحات التظاهر منذ 11/2019 ولحد 27/7/2020 إلى أن غادرت العراق أنا كنت أشاهد هذه المناظر التعقيب ومناظر السكاكين حينما يتعرض إليها المتظاهرين في ساحات التظاهر كانت تأتي سيارات بيض ميسيبوشي يستقلها راكبين مدججين بالسلاح ويتم طلق النيران عشوائيا على المتظاهرين نشيلهم ونركبهم في التوك توك ومن ثم التوك توك يذهبهم إلى المستشفى القنص اللي تم على المتظاهرين أنا شفته بعيونها من عبر السقوف المباني العالية شباب ماسكين فقط العلم In the 2 years since then, the killings have continued. There's been a wave of assassinations. More than 70 journalists and activists have been killed, including anti-corruption journalist Iheb Al-Wasni, shot dead in front of his home. لم تجري أي محاكمة ولا مكاتب تحقيقية بهذا الموضوع. مكتب تحقيق ومكتب استخبارات ومكتب مدعي عام هذه ماسكتها الأحزاب السلطة. من شروط إجراء انتخابات نزيهة أن يتم كشف قتلة المتظاهرين أن يتم عدم ترشيح الأحزاب اللي تمتلك سلاح